بينما كان أستاذ اللغة العربية يوزع أوراق امتحانات الصف الثاني ابتدائي، إذ بتلميذ يحتج بعدم قبول النقطة 8/10، مطالبا الأستاذ بأنه يستحق علامة 10/10، فأجابه الأستاذ: إن الأخطاء الإملائية غير واردة فعلا، ولكن النقص يرجع إلى أخطاء التعبير. فأصر التلميذ على استحقاقه النقطة. لم يكن للأستاذ أن يحرجه أمام التلاميذ لكونه تلميذا متميزا في الفصل، فقال له الأستاذ: إذا أحضرت لي تراب الجنة ستكتمل نقطتك فورا إلى 10. وفي الصباح أحضر له التلميذ كيسا مملوءا بالتراب، وقال للأستاذ: هذا تراب الجنة. فأجاب الأستاذ: أين وجدته؟ فقال التلميذ: ألم تعلمنا أن الجنة تحت أقدام الأمهات؟ لذلك جعلت أمي تمشي على التراب وجمعت منه القليل فقط. فتعجب الأستاذ من ذكاء التلميذ، وما كان عليه إلا أن يمنحه درجة 10/10. الحكمة من هذه القصة هي أن لا تحاول أن تعجز أحدا كيفما كان، لأنه قد يفاجئك بالحل. Thank you.